بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة المشاهدين، معكم النهاردة الدكتور فتحي محمود حسين، استشاري الأمراض البطنية والسكر وأخصائي القلب والأوعية الدموية. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم، يمكن كثير من الزملاء تناولوه، بس يمكن هتناوله من زوايا معينة تخص كل مريض. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة هو البول السكري أو مريض السكر. الحقيقة نحب نعرف الأول إيه هو البول السكري أو السكر. هو زيادة في معدل السكر في الدم نتيجة قصور في الإنسولين، أو ممكن يكون الإنسولين موجود بس في قصور في شغل الإنسولين نفسه، أو الاثنين مع بعض. يبقى لا إما في قصور في الإنسولين، يعني البنكرياس ما بتطلعش الإنسولين الكافي، أو بتطلع الإنسولين الكافي بس الإنسولين ما بيشتغلش كويس لأسباب هنقولها، أو إن الاثنين مع بعض، الإنسولين كميته اللي طالعة أقل من المفروض تطلع، والجزء الثاني إن هو حتى اللي بيطلع ما بيشتغلش كويس، وده بيؤدي إلى حدوث أعراض السكر، وفي نفس الوقت بعد فترة طويلة بيؤدي لنا إلى حدوث مضاعفات للسكر. طب احنا دلوقتي ايه المرضى اللي احنا ممكن، او ايه الاشخاص اللي احنا المفروض نعمل لهم فحص عشان نتاكد دول عندهم سكر ولا لا؟ اول حاجه المرضى او الناس اللي عندهم اعراض للسكر، يعني في ورد واحد بيشكي من كثره التبول. اعراض السكر عباره عن كثره التبول، شعور بالعطش، التهابات في المسالك البوليه، جروح وما بتلتئمش بسرعه، بيفقد في فقدان للوزن. دي من ضمن اللي هي أعراض السكر. ده من ضمن المجموعة اللي احنا المفروض نعمل لها فحص للسكر. الموضوع المجموعة الثانية اللي هي كل الستات الحوامل المفروض يعملوا فحص للسكر. في مجموعة ثانية اللي هي عندها عوامل خطورة زي أمراض القلب، أمراض الشرايين، سنهم كبير فوق 45 سنة، أو عندهم أمراض في الأطراف الشرايين الطرفية، أو جات لهم لا قدر الله جلطة في المخ قبل كده، أو جلطة في القلب قبل كده. المجموعة دي كلها المفروض إن نعمل لها تحليل للسكر في الدم. أو الناس اللي عندهم تاريخ عائلي بمرض السكر، أو الستات اللي جالها سكر أثناء الحمل. كل المجموعات دي المفروض يتعمل لها فحص للسكر. السكر الطبيعي هو النورمال المفروض الصايم 110، وبعد الاكل بساعتين 140. لو ال 110 دي زادت الى 126 اللي هو الصايم، واللي بعد اكل بساعتين زادت الى 200 ملي جرام برسنتج، ده بيبقى مريض سكر. طب ايه هي تايبس الانواع السكر؟ انواع السكر عندنا انواع السكر المهمين او اللي يهمونا احنا تقريبا ثلاث انواع اللي هنتكلم عليهم. اول حاجه اللي هو النوع الاول والنوع الثاني وسكر الحمل. دول الثلاث أنواع مهمين. في أنواع تانية اللي هي متعلقة باستخدام أدوية معينة، دي مش هنتكلم عليها، لأن دول الثلاثة اللي يهمونا واللي هم أكثر انتشارا بين مرضى السكر. النوع الأولاني ده اللي بيجي في سن صغير اللي هو أقل من 20 سنة، وبعدين بيبقى المريض نفسه ضعيف، وده ما بيبقاش عنده تاريخ عائلي للسكر. يعني كان المفهوم خطأ ان اللي بيجي في سن صغير يبقى في عنده تاريخ عائلي للسكر. لا، النوع الاولاني ده اللي هو بيجي في السن الصغير وبيعتمد على الانسولين في علاجه، ده ما بيبقاش عنده تاريخ عائلي للسكر، وبيبقى المريض وزنه اصلا هو ثن رفيع واقل من 20 سنة. النوع الثاني اللي هو بيجي عند السن الكبير، يعني غالبا بيبقى فوق ال40، بيبقى المريض تخين، بيبقى فيه تاريخ عائلي للسكر قوي. يعني نلاقي لما ناخد الهيستوري بتاعه بنلاقي فيه عنده الاب او الام او الخال او بيبقى عندهم تاريخ عائلي للسكر. التايب 2 ده او النوع الثاني من السكر ده بيبقى عنده الانسولين موجود بس اقل من الكميه المفروض تبقى موجوده، او ان هو عنده مقاومه لشغل الانسولين، او الانسولين ما بيشتغلش كويس. انما النوع الاولاني ده بيبقى هو سببه اجسام مضاده اللي هو اختلال مناعي. الاختلال المناعي ده بيطلع اجسام مضاده، الاجسام المضاده بتكسر لي خلايا البنكرياس،
بحيث ان هو ما يطلعش انسولين، او اجسام مضاده ضد الانسولين نفسه. يعني الاجسام المضاده دي اما ضد البنكرياس وخلايا البنكرياس اللي بتطلع لي الانسولين، او الاجسام المضاده ضد الانسولين نفسه. انما في النوع الثاني كميه الانسولين اللي طالع اقل من المعدل الطبيعي، والبنكرياس نفسها لما الانسان بياكل المفروض بتستجيب لاكله وبتبتدي تضخ الانسولين، استجابه البنكرياس للوجبه اللي بياكلها الانسان بتبقى اقل من الطبيعي، وبالتالي يؤدي الى ارتفاع السكر في الدم. ده بنلاقيه طبعا عند السن الكبير وعندهم تاريخ عائلي زي ما قلنا، وبيبقى عندهم ساعه ما بنشخص السكر الثاني او التايب 2 بيبقى عنده 20% منهم بنلاقي عندهم مشاكل في الشبكيه بتاعه العين. وبعد 15 سنه في النوع الثاني ده بيبقى 75% منهم بيحصل عندهم مشاكل في الشبكيه بتاعه العين. طيب ده طيب ده النوع الاولاني، والنوع الثاني قدامنا اللي هو السكر اثناء الحمل. السكر اثناء الحمل ده اما تكون الست اصلا عندها سكر قبل الحمل، سواء كان النوع الاول او النوع الثاني، او ان الست دي جالها سكر اول مره اثناء الحمل. المفروض الست اللي هي عندها سكر قبل ما تحمل لازم تراجع الطبيب علشان تظبط السكر كويس قوي قبل الحمل. طيب الست اللي جالها سكر اثناء الحمل، الست اللي جالها سكر اثناء الحمل وماشيه على علاج او خدت علاج من اي دكتور، ان شاء الله اي دكتور ادها حبوب مثلا، دي المفروض ما تاخدش حبوب مطلقا، سواء كانت قبل كده بتاخد انسولين او حبوب قبل ما تحمل لو هي مريضه سكر، او ان السكر ده اول مره يجي لها اثناء الحمل. في كلتا التلات حالات دول لازم تمشي على انسولين. طب ايه هم الستات اللي احنا ممكن ننتبه او ننبههم ان هم دول ممكن يجي لهم سكر؟ الست اللي هي مثلا ولدت طفل وزنه كبير ما كانش عندها سكر هي ولا حاجه، بس التاريخ المرضي بتاعها بيقول الطفل اللي ولدته كان وزنه اكثر من 4 كيلو جرام. او الست اللي هم الستات السمان اللي هم الاوبيز او اللي وزنهم زياده، دول معرضين للاصابه بالسكر. السكر طبعا بالنسبه اثناء الحمل ليه مشاكل كتيره. اول مشاكل بتبقى على البيبي، ومشاكل على الام نفسها. المشاكل على البيبي ممكن يبقى فيه زيادة في السائل اللي حوالين الطفل. نمرة اثنين، الطفل ممكن يتولد بوزن زيادة أكثر من 4 كيلو، وده ممكن يعمل خطورة أثناء ولادة الطفل، حصل له تروما أو خبطة أو أي حاجة. نمرة ثلاثة، ممكن يحصل عيب خلقي للطفل في أي أجزاء جسمه. نمرة أربعة، ممكن يحصل سقط، ممكن الست تسقط، وممكن الطفل يحصل له وفاة أثناء الحمل، وممكن يتولد والرئة غير كاملة النمو. دي المشاكل اللي ممكن تحصل للطفل أثناء الحمل اللي مريضة السكر، خاصة اللي السكر بتاعها ما بيبقاش كنترولد أو مظبوط. طب إيه اللي بيحصل للأم؟ اللي بيحصل للأم إن هي ممكن تصاب بضغط الدم، ممكن يحصل لها زلال في البول، ده بالنسبة لتأثير السكر على الست الحامل. الطفل برضه ممكن يجيله صفرة وهو مولود بصفرة. طيب هل الحمل بيأثر على السكر؟ طبعا الحمل نفسه زي ما السكر بيأثر على الحمل، الحمل نفسه بيأثر على السكر. ازاي؟ الحمل نفسه ممكن في الثلاث شهور الاولانيين احتياج للانسولين يكون اقل، وساعات يتشخص الحمل من هبوط السكر عند الست اللي عندها سكر وبتاخد انسولين، تلاقي حصل لها نوبة من هبوط السكر، ودي بتبقى دلالة لحدوث الحمل. ده في الثلاث شهور الاولانيين. الثلاث شهور التانيين والثلاث شهور اللي بعد كده بتبقى الست محتاجه لزياده جرعه الانسولين لغايه الاسبوع 34 لغايه الاسبوع 36. من 36 لغايه ميعاد الولاده بيبقى في بلاتو، يعني بيبقى معدل السكر والانسولين بيبقى ثابتين على الجرعه اللي هي ماشيه عليها لغايه الاسبوع 36. الست الحامل احنا بننصح ان هي تولد في الاسبوع 38، يبقى يتعمل اندكشن للليبر او الولاده يعني، الا اذا طبيب النساء راى شيء اخر حسب ظروف الحاله الصحيه للبيبي وللست بالنسبه لناحيه النساء والولاده. هو احنا طبعا بالنسبه للست المفروض بنوصل معدل السكر عندها
المفروض ان هي باول ما تيجي وبتقعد معانا وبنقول لها تعمل ايه الثلاث وجبات بتاخدهم. المفروض بتحلل 7 مرات في اليوم، مره قبل الاكل ومره بعد الاكل ومره قبل النوم. المفروض بنوصل للتارجت عندها للسكر اللي هو الصايم يبقى 72 وبعد الاكل بساعتين بيبقى 126. بعد الولاده المفروض بتعمل تحليل للست فريكوينت، نعمل لها كذا مره لان احنا بنخاف يحصل لها هبوط في معدل السكر لان هي كانت بتاخد جرعات انسولين قبل الولاده مباشره، وبالتالي معرضه ان يحصل لها بعد الولاده هبوط للسكر. وبرضه البيبي المفروض بنعمل له تحليل للسكر لانه معرض ايضا لحدوث هبوط في السكر عنده. ده بالنسبه للست الحامل. طيب هنتكلم على شويه من مضاعفات السكر. مضاعفات السكر في منها الحاد وفي اللي بيجي بعد كده بعد 10 سنين او 15 سنه. الحاد اللي يهمنا فيهم حاجتين اللي هي غيبوبه السكر وغيبوبه هبوط السكر. غيبوبه السكر بتلاقي المريض عنده اعراض السكر زي ما هي اللي احنا قلنا عليها، بيضيف عليها بيجي له قيء، غثيان، ويكنس، صداع، الام في البطن، تلاقي نفسه مش قادر ياخد نفسه ولغايه ما بيدخل في كوما او في غيبوبه. ده زياده معدل السكر في الدم او الغيبوبه السكريه. طب اسبابها ايه الغيبوبه السكريه؟ اسباب الغيبوبه السكريه ان الانسان ان هو نسي ياخد جرعه الانسولين او ما رضيش ياخدها، اهمل في انه ياخد جرعه الانسولين واكل ونزل وما رضيش ياخد جرعه الانسولين. او تعرض لالتهاب رئوي او تعرض لالتهاب في المسالك شديد في المسالك البوليه، وبالتالي كان مضطر ان هو يحتاج جرعه زياده. او جات له لا قدر الله جلطه في القلب او في المخ. دول من ضمن الناس اللي هو معرضين يصابوا بالغيبوبه السكريه. طيب هبوط السكر، هبوط السكر من ضمن اعراضه تلاقي في عنده المريض برعشه وارتجاف في الاطراف، ضربات القلب زياده، في عرق شديد، في تنميل وتقل حوالين الشفايف واللسان، والنظر بتاعه يبتدي يبقى مش شايف كويس، ويبتدي في احساس طبعا بالجوع، وبعد كده يبتدي التشنجات لغايه ما يدخل في غيبوبه. وطبعا هبوط السكر او غيبوبه هبوط السكر هي اكثر خطوره من غيبوبه ارتفاع السكر في الدم، لان دي ممكن تؤدي الى بتبوظ لنا خلايا المخ، بتبوظ خلايا المخ كلها، وممكن تؤدي الى الوفاه. الاطفال اللي بيجي لهم هبوط في السكر دول بيجي لهم نفس الاعراض، بيضاف اليها ان هي بيبقى في تغيير في تصرفاته، البيهيفير بتاعته بتتغير، بتجي له تشنجات وبعد كده شبه ستوبر او بعد كده يدخل في كوما. طب ايه اسباب هبوط السكر او غيبوبه هبوط السكر؟ واحد خد جرعه زياده من الانسولين او من الحبوب اللي هي طويله المفعول، او جرعه زياده من الانسولين، دي من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى هبوط السكر في الدم. او ان هو نسي ياكل، اشتغل وخرج مواصلات بعيده وخد مشوار بدل ما ياخده في 10 دقائق خده في ساعتين ثلاثه، وكان خد جرعه الانسولين قبل ما ينزل على اساس هيفطر في الطريق ومشي وما فطرش، وبالتالي هيبتدي يدخل في نوبه هبوط حاد للسكر. او ان الانسولين بتاعه شغله بقى افضل. ايه اللي هيخلي شغله افضل؟ اللي هيخلي شغله افضل ان هو بيلعب رياضه او لعب رياضه زياده او فقد وزنه، وبالتالي حساسيه الجسم للانسولين بتزيد، وحتى لو كان واخد نفس الجرعه بتاعته، وده هيؤدي الى هبوط السكر في الدم. يبقى دي الاسباب اللي ادت الى هبوط السكر في الدم واعراض هبوط السكر في الدم. واتكلمنا عن زياده السكر في الدم واعراض الغيبوبه السكريه واسبابها. طيب هيجينا المريض. طبعا احنا المريض المفروض ان احنا بنعمله هنتكلم معاه ونعمل له اديوكيشن. الاديوكيشن عباره عن ايه؟ او التعليم، يعني بنفهمه ايه هو السكر، بنعرفه ايه انواع السكر، بنعرفه ايه النوع اللي عنده، بنعرفه اهميه ضبط السكر على اعراض السكر الموجوده عنده حاليا وعلى مضاعفات السكر اللي ممكن تجي له بعد 10 سنين او 15 سنه. بنعرفه بالاعراض هبوط السكر، بنعرفه اعراض زيادة السكر في الدم، بنعرفه ازاي هو يستخدم جهاز السكر في البيت، وده مهم ان هو
يستخدمه، بنقول له ان هو يوقف التدخين. بالنسبه للستات زي ما اتكلمنا بنكلمهم على موضوع الحمل والسكر. ده بالنسبة للنوع الثقافة التعليمية اللي بنديها لمريض السكر. نمرة اتنين الدايت اللي هو الأكل. هو المفروض في الأكل بنقول له المفروض الأكل بياخد وجباته الثلاثة الريجولار، المفروض ياخد كالوريز أقل من المعدل الطبيعي أو المفروض إن هو ياخده من 250 ل 500 كالوري في اليوم. المفروض ان هو بنقول له برضو الكربوهيدرات المفروض بياخد من 50 ل 60% كربوهيدرات اللي هي النشويات، بياخد بروتين حوالي من 10 الى 20%، بياخد دهون اقل من 30%، والدهون المشبعه المفروض ان هي بتكون اقل من 10% من كميه الدهون، يعني اذا كان 30% دهون بيبقى منهم 10% او اقل دهون مشبعه. ده بالنسبه للدايت. بعد النقطة اللي بعد كده هنكلمه على الرياضة وأهمية الرياضة في ضبط معدل السكر في الدم. طبعا الرياضة بتقلل لي معدل السكر في الدم وبتقلل لي الوزن بتاعه، وبالتالي بتحسن لي شغل الأنسولين في الجسم. في بداية لو هو هيلعب رياضة، طبعا احنا ما بنحبش الرياضة العنيفة لأن دي ممكن تعمل لي مشاكل على الشبكية او نزيف في الشبكيه، خاصه لو المريض السكر ده عنده لفتره طويله. احنا بنحبذ الرياضه واهمها هو المشي من 30 ل 45 دقيقه في اليوم. في بدايه المشي ممكن الانسولين بيبقى اقل، بعد شويه لما بيمشي كمان فتره اطول بيبتدي يشتغل الادرينالين والنور ادرينالين والجلوكوجون، وده بيزوده السكر اللي طالع من الكبد وبالتالي السكر بيعلى. في حاجات معينة بنقولها للراجل اللي هو هيلعب رياضة، ان هو المفروض بيلبس شوز مناسب لرجله، المفروض بيقيس السكر قبل بداية قبل ما يلعب رياضة، بيقيس السكر اثناء الرياضة، بيقيس السكر في نهاية ما يخلص المشوار بتاع الرياضة. المريض اللي بياخد انسولين هو ده اللي بنقلل له جرعة الانسولين قبل الرياضة تقريبا بحوالي 30%، بيبقى شايل معاه حاجة سكرية اذا حس بأي اعراض هبوط للسكر اثناء فتره الرياضه اللي بيعملها، بيبتدي ياخد السكريات اللي معاه. لو السكر عنده، يعني في ناس بنقول لهم لو السكر عنده اكثر من 252 اللي هو 14 ملي مول وفي اسيتون في البول، ده ما يلعبش رياضه. ولو السكر عنده اكثر من 300 وما فيش اسيتون في البول، برضه ده المفروض ما يلعبش رياضه. يعني اذا كان 250 او 252 وفي اسيتون في البول، ده بنقول له ده ما يلعبش رياضه. اذا كان السكر بتاعه فوق ال 300 وما فيش اسيتون في البول، برضه ده بنمنعه ان هو يلعب رياضه لغايه ما يظبط السكر بتاعه، عشان برضه بنخاف ان هو يدخل في غيبوبه. طيب العلاج بقى، احنا اتكلمنا على الثقافه بتاعته او ازاي نديله ثقافه بالنسبه لمرض السكر، اتكلمنا على الدايت بتاعه الغذاء بتاعه، وهنتكلم بعد كده ايه نوع الغذاء اللي هياخده. نمره ثلاثة اتكلمنا على الرياضه اللي هيلعبها الاكسرسايز اللي هيعمله، بعد كده هنتكلم على العلاج بتاعه. احنا عايزين نوصل في العلاج لايه؟ ان انا اوصل في العلاج لكذا حاجه. اول حاجه ان انا اظبط السكر في الدم بتاعه قرب المعدل الطبيعي اللي هو جود جليسيميك كنترول. نمرة اتنين عايز اوصل بضغط الدم ان هو يكون اقل من 130 على 80. نمرة تلاتة الدهون الخفيفة المفروض ان انا اوصل فيها الى اقل من 100 ميلي جرام. الدهون الثلاثية المفروض اوصل فيها الى اقل من 150 ميلي جرام. الدهون الثقيلة اللي هو الهاي دنسيتي لايبو بروتين المفروض ان انا في الميل او في الرجالة اوصل فيها الى فوق 40 ميلي جرام، وفي الستات اوصل فيها الى فوق 50 ميلي جرام. ده الجول بتاعي اللي عايز اوصل فيه في العلاج لمريض السكر. عندنا العلاج اللي معروفين نوعين، سواء كان حبوب او انسولين. طيب الحبوب معروف، الانسولين، الانسولين قلنا ده غالبا بنديه للنوع الاول من مرضى السكر، وده بياخده طبعا طول العمر، وبنديه برضو طول العمر للمريض من النوع الثاني بس هو خد حبوب وخد حبوب الجرعه الكامله منها اللي هي بنسميها الماكسيمم دوز
من حبوب مزدوجه الكومباين وما حصلش ظبط للسكر، ده برضه هياخد علاج بالانسولين باقي العمر. او المريض اللي عنده فشل كلوي، ده مش هينفع معاه غير او مش هياخد غير الانسولين. او اللي اذا كان عنده الوظائف الكبد او عنده امراض كبد مزمنه، برضه ده بنفضل له ان هو ياخد الانسولين. يبقى دول اللي هياخدوا انسولين طول العمر. طب هل الانسولين ممكن نديه لفتره مؤقته ونرجع ندي حبوب السكر؟ اه طبعا، بنديه فتره مؤقته اثناء الحمل، وبنرجع بعد كده الست اللي كانت حامل اذا كانت هي من النوع الثاني وماشي على حبوب بتمشي على حبوب، انما اذا كانت هي من النوع الاولاني واللي هو ماشي على انسولين يبقى هتمشي على الانسولين. طيب ايه الثاني اللي ممكن نديله انسولين ونرجع بعد كده يرجع للحبوب؟ المريض اللي جات له من النوع الثاني وجات له غيبوبه سكريه، ده لازم هيتعالج بانسولين اثناء الغيبوبه السكريه، وبعد ما يفوق من الغيبوبه السكريه ويرجع ويبقى طبيعي وسكره يتظبط بيرجع للحبوب. النقط طيب مين تاني اللي بعد كده؟ واحد جات له مثلا زرحة صدرية وجات له جلطة في القلب أو بيعمل عملية متعرض لجراحة أو جاله التهاب رئوي، المجموعة دي كلها بتاخد إنسولين لفترة مؤقتة وبعد كده بنرجع للحبوب مرة تانية. يبقى الإنسولين في مجموعة اللي هي بتاخد الإنسولين طول العمر اللي اتكلمنا عليها، سواء كان النوع الأولاني أو اللي فشل الحبوب في علاجهم من النوع التاني، أو اللي عندهم مشاكل في الكلى او فشل كلوي او بيعملوا غسيل كلوي، المجموعه دي برضه بتاخد انسولين طول العمر. المجموعه الثانيه اللي بتاخد انسولين وبترجع تاني تاخد حبوب، اللي هم قلنا عليهم الحامل وعلاج غيبوبه السكر واللي متعرضين لجراحه او ازمه قلبيه او جلطه او جلطه دماغيه، بياخد فتره الانسولين الى ان يستقر السكر ويتظبط، وبعد كده بيرجع للعلاج اللي كان بياخده قبل ما يتعرض للحادث اللي حصل له. يعني اذا كان هو من النوع الاولاني وبياخد انسولين بيستمر على الانسولين، اذا كان هو من النوع الثاني وبياخد حبوب بيرجع ياخد الحبوب. طبعا بنلاحظ الانسولين بيبقى فيه حاجات مهمه بنعلمها للعيان بالنسبه للانسولين، هو مكان الحقن بتاع الانسولين، طبقه الدهون اللي اسفل الجلد دي مهمه جدا طبعا، ودي بتؤثر على امتصاص، يعني مكان الحقن، الدهون، الرياضه، كل ده بيأثر على امتصاص الانسولين في الجسم. طبعا المريض ده بياخد اما قلنا الحبوب او الانسولين، بنضيف لهم الاسبرين، والاسبرين برضو ما بيبقاش ان احنا بندي الاسبرين عشوائي، لا الاسبرين اللي يعني ممكن ناس مسموح ان احنا نديها اسبرين وفي ناس ما بنقدرش نديها اسبرين. نتكلم عن الناس اللي ما نقدرش نديها اسبرين عشان يبقى معروف، الناس اللي هم عندهم نزيف من المعده مثلا، اكتف بيبتيك ألسر اللي هم عندهم نزيف من المعده او نزيف من الجهاز الهضمي، الناس اللي عندهم امراض دم بتؤدي الى حدوث نزيف عندهم برضه دول ما بنقدرش نديهم، الناس اللي عندهم امراض كبد نشطه برضه دول ما بنقدرش نديهم الاسبرين، الاطفال او اللي هم سنهم اقل من 21 سنه بصفه عامه لغايه 21 سنه، دول مجموعه كلها ما بنقدرش نديها الاسبرين. طب الناس اللي هنديها اسبرين؟ طبعا الناس الاوبيز الكبيره، الميل والفيميل اللي عندهم تاريخ مرضي بالقلب، اللي عندهم تاريخ مرضي جلطه دماغيه او قصور في الدوره الدمويه للمخ، او عندهم ضغط الدم. اتفضل. اتفضلي يا مدام سمية. الو؟ الو؟ طيب اوكي. ان شاء الله تحاول تتصل بينا مره تانية. الناس اللي عندهم زلال في البول، الناس اللي عندهم هيستوري اوف تاريخ مرضي بامراض القلب او امراض الشرايين الطرفيه، دول كل الناس دول بنديهم انسولين. طيب بنديهم اسبرين. هنتكلم على موضوع مهم دلوقتي اللي هو قرحه القدم ومريض السكر. هو في مجموعه من الناس بيبقوا معرضين ان تحصل لهم قرحه في الاقدام من مرضى السكر. ايه هم الناس دول؟ اولا في الرجاله بتبقى دايما قرحه الاقدام اكتر من الستات. الناس اللي عندهم سكر اكتر من 12 سنين. الناس اللي سكرهم ما بيبقاش تايت كنترول، يعني مش مظبوط كويس.
الناس اللي جالهم قرحه قبل كده او حصل لهم بتر للصباع او الرجل او حاجه، برضو ده من الناس اللي هي معرضه ان يحصل عندها قرحه اقدام في مرض لمرض السكر. الناس اللي عندهم المفاصل بتاعتها فيها مشاكل اللي هي في حركه المفاصل بتاعتهم، الناس اللي عندهم مشاكل في الشرايين الطرفيه اللي هي بريفرال فاسكولار ديزيز، اللي عندهم مشاكل كوليسترول مترسب والشرايين الطرفيه فيها مشاكل، الناس اللي عندهم مشاكل في الاعصاب الطرفيه بحيث ان هو لما بيدوس على حاجه ما ودي بتحصل طبعا نتيجه مضاعفات السكر، بيدوس على حاجه ما بيبقاش حاسس بيها، بيقل الاحساس عنده في رجليه، فممكن ان هو يتعور او يتجرح وما يكونش حاسس ان هو اتجرح او اتعور. دول الناس اللي هم معرضين للاصابه بقرحه الاقدام. طيب طبعا هم دول المفروض ان احنا الناس دي او الناس المعرضين للاصابه بقرحه الاقدام بنقعد معاهم بنتكلم معاهم ازاي ان هم يحافظوا على الاقدام، والعنايه بالاقدام ده شيء مهم قوي، ان هو المفروض لو في كلص في الرجلين بيتشال اللي هو زي الكلو، لو في التهابات بتتعالج، الراحه مهمه، لازم السكر بيبقى مظبوط كويس. بنقول له ان هو المريض قبل ما يحصل اي حاجه المفروض بيغسل رجليه في ميه دافيه، المفروض بيحس الميه يشوفها الاول بايده او يلمس الميه بايده قبل ما يحط رجليه في الميه، المفروض الرجلين بتتنشف كويس، الشوز ما يبقاش ماسك على رجله ولا لوز ولا واسع، المفروض دايما يلبس شراب، المفروض يفتش الشوز قبل ما يلبسه، يعني ممكن يكون جسم غريب موجود فيه حبه برتقان مسمار اي حاجه، وده ممكن يعور رجله ويدخله في مشاكل قرحه الاقدام. المفروض ان هو كمان الشراب اللي بيلبسه ما يمسكش على رجله جامد، والمفروض يقلع الشوز كل اكتر مده ممكن يلبس فيها الشوز هي 5 ساعات، المفروض يريح رجليه بعد 5 ساعات ويقلع الشوز، المفروض بالليل بيطهر رجليه بكريم ملطف ما عدا بين الاصابع، يعني من تحت ومن فوق ممكن يطهر رجليه بكريم ملطف، لو كان في عنده يتحاشى اي خبطات يتحاشى ان هو يمشي حافي حتى في البيت، لان هو ممكن اي حاجه تعوره وبالتالي يتعرض الى قرحه الاقدام، يحاول يكشف على رجليه هو بنفسه كل يوم وهو بينشف رجليه بالفوطه، يشوف صوابعه، يشوف في فطريات عنده، يشوف اي مشاكل الضوافر بتاعته تتحط في ميه الاول دافيه وبعد كده تتقص بطريقه مستقيمه، بلاش ينزل من تحت ومن جنب، يا دوب يقص الضوافر بطريقه مستقيمه، يعالج الفطريات، لو في تشرخات او حاجه لازم تتعالج. ده تقريبا احنا كده غطينا بطريقه سريعه موضوع السكر، واي استفسارات او اسئله على استعداد ان احنا نجاوب عليها. ماشي، تفضل. فاصل قصير ونعود.